خطوة إجبارية يجب على جميع منشئين المحتوى اتخذها لضمان استلام أرباحهم. إيه هي الخطوة دي يا عم هشام؟ اتكلمنا في فيديوهين قبل كده عن إنك إزاي تضيف حساب بنكي لحساب الدفعات الجديد اللي هو بالجنيه المصري اللي أدسنس عمله. وخلاص خلصنا من الموضوع ده، اتكلمنا في الفيديو بعد كده إن أدسنس بيبعت حوالة أو بيعمل بمعنى أصح للحساب بتاعك، بيعمل له إيداع. الإيداع ده بيبقى أقل من 1 جنيه. بيعمل الإيداع ده ليه عم هشام؟ بيعمل الإيداع عشان بس يتأكد إن أنت فعلا صاحب الحساب المصرفي، يتأكد إن أنت فعلا صاحب الحساب البنكي، أو أنت اللي بتمتلك الحساب البنكي اللي هو اللي أنت دخلته في حسابك على جوجل أدسنس. كل الكلام ده مفيش فيه أي مشكلة خالص. المشكلة هنا اللي هي في انتظار التحقق عملت مشكلة كبيرة مع ناس كتيرة جدا، وفي نفس الوقت ناس كتيرة جدا قلقت منها، وفي نفس الوقت ناس سألت أنا إزاي عرف مبلغ الايداع، وناس برضو تانية سألت او بمعنى اصح قلقت من الاشعار اللي هو باللون الاحمر اللي ظاهر قدام حضرتك اللي هو لم تكتمت عملية اثبات ملكية الحساب البنكي رقم كذا. وطبعا كل ده زي ما فهمتك في فيديو مبارح، كل ده طبيعي جدا، كل ده مفيش فيه اي مشكلة اطلاقا. لازم ان الايداع ده يوصل لك عشان انت تقدر تثبت ملكيتك للحساب المصرفي. فانا مش عايزك ان انت تقلق من الموضوع ده، والنهاردة انا جاي اطمنك وجاي ان انا اعرفك حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الحساب اللي انا شغال عليه قدام حضرتك دلوقتي وصل له الايداع من جوجل ادسنس. يعني يا جماعه الموضوع سهل، الموضوع بسيط، الموضوع ما فيش فيه اي تعقيد. هو ما عليك انت كمنشئ محتوى ان انت تمشي على التعليمات، وفي نفس الوقت مش عايزك ان انت تكون مستعجل. في التأني السلامه وفي العجله الندامه، زي ما احنا بنقول كده بالمصري، تمام؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي يا عم هشام عشان نقدر ان احنا نثبت ملكيه الحساب المصرفي؟ اولا انا عايز اعرفك حاجه، لان النهارده في 2 سيناريو قولي. ايه هما؟ اول حاجة عايزك بس كده تيجي معايا عشان تشوف اللي انا عايز اوريه لحضرتك دلوقتي ده. الدفعة هتجيلك فين؟ او بمعنى تاني الايداع اللي ادسنس بيعمله هيجيلك فين؟ هيجيلك على الموبايل البنكي. ده الحساب اللي انا شغال عليه، ده تبع البنك الاهلي المصري، وده سكرين شوت من الابليكيشن. ادي هنا كده المبلغ اللي تم ايداعه النهاردة 37 قرش. فال37 قرش دول هما اللي احنا هنقدر ان احنا ندخلهم في حسابنا على جوجل ادسنس، وهنعرف دلوقتي الموضوع مع بعضينا. طيب عم هشام دلوقتي انا واحد عندي رصيد في الحساب بتاعي، اعرف ازاي ان جوجل هتعمل ايداع، او بمعنى اصح الايداع اللي جالي كام؟ عايزك ان انت تكون حافظ الرصيد بتاعك. وليكن مثلا انت عندك 500 جنيه وليكن في الحساب بتاعك، المبلغ اللي هيزيد على ال 500 جنيه دول هو ده المبلغ اللي تم ايداعه في الحساب بتاعك من قبل جوجل. يا اما ممكن تتصل بخدمة العملاء، الو السلام عليكم، انا دلوقتي عايز اعرف في حوالة جات لي بمبلغ صغير، انا عايز اعرف المبلغ ده كام. هياخد منك شوية بيانات وهياخد منك شوية معلومات عشان يتأكد ان انت صاحب الحساب، وهيقدر ان هو يقول لك الدفعة اللي اتحولت لك او الايداع اللي اتعمل لك على الحساب بكام بالظبط. في سيناريو تاني، وده حصل مع قناة المتوحد فكرة، تعالى كده مع بعضينا، ان هو جاله عن طريق رسالة. الرسالة دي جت ان تم ايداع مبلغ كذا في الحساب البنكي بتاعك، يعني بيجيله رسالة على رقم التليفون. فانت كده تتابع وكده تتابع. لو انت بيجيلك رسالة زي اللي جت للمتوحد فكرة انه بيعرفك بمعنى اصح ان هو في مبلغ تم ايداعه في حسابك، خلاص انت بتشوف المبلغ ده كام وبتبدا انك تدخله في جوجل ادسنس. عايز ان انت تتابع من الابلكيشن زي كده برضو مفيش اي مشكله اطلاقا. انا كده عرفتك الحالتين. الحاله الثالثه ان انت تتصل بخدمه العملاء، فانت الحلول كلها متاحه قدامك. الموضوع بس عايز منك شويه تاني وشويه صبر، لا اكتر ولا اقل. نرجع دلوقتي على الحساب بتاعنا. انت قدامك دلوقتي طريقتين عشان تقدر ان انت تدخل المبلغ بتاع الايداع. انا المبلغ اللي جالي على الحساب ده 37 قرش. هنعمل ايه؟ انا مش عايزك تلجأ للطريقة الصعبة، انا عايزك تلجأ للطريقة السهلة. ايه هي الطريقة السهلة يا عم هشام؟ ان انت هتيجي هنا هتلاقي عندك اشعار كده، اشعار نايل ب60 هيلة. الاشعار ده كل اللي عليك اللي انت هتعمله، هتيجي هنا كده على اثبات الملكية الان. هتضغط على اثبات الملكية الان، هيفضل يحمل معاك شوية، بيقول لك يرجى البحث عن مبلغ يقل عن 1 جنيه تم ايداعه في 4 ابريل او في تاريخ قريب منه، على حسب انت رابط الحساب بتاعك امتى، على حسب انت رابط الحساب البنكي في جوجل ادسنس امتى. انا الحساب ده انا رابطه يوم 4 ابريل، النهارده تاريخ تصوير الفيديو اللي هو هيكون نفس تاريخ اليوم اللي انت هتشوف فيه الفيديو. اليوم ده امتى؟ النهارده احنا 6/4 او 6 ابريل، يعني الحواله جت في خلال يومين. الموضوع سهل، الموضوع مش معقد. هندخل المبلغ ازاي؟ هتيجي هنا بيقول لك ايه تحديد المبلغ، دوس على السهم ده كده، هو حاطط لك هنا كل الارقام من قرش لغايه 99 قرش. يعني بص ادي قرش، 2 قرش، 3 قرش، 4 قرش، 5 قرش، معاك
معاك كده لغاية 99 قرش، فانت يا دوبك بتشوف المبلغ اللي جالك وبتأكده هنا. انا بالنسبة لي 37 قرش، او بالنسبة للحساب اللي انا شغال عليه ده 37 قرش. هنيجي هنا هندور على ال 37 قرش، ادي ال 37 قرش هنضغط عليها. ضغطنا عليها بالمنظر ده، هنيجي هنا هنعمل تحقق. نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. تم التحقق من حسابك المصرفي، اصبح الحساب رقم كذا جاهزا للاستخدام. في مشكلة؟ مفيش اي مشكلة. في كعبلة؟ مفيش اي كعبلة. نيجي هنا ندوس على كلمة حسنا، هنلاقي الاشعار اللي باللون الاحمر ده اختفى دلوقتي معانا. ادي الموضوع سهل، الموضوع بسيط، الاشعار اختفى، كلمة في انتظار التحقق اللي كانت هنا اختفت. حد هيجي هيقول لي دلوقتي طب هشام دلوقتي انا عندي اشعار هنا فوق باللون الاحمر لسه موجود. اطمن، الاشعار اللي باللون الاحمر اللي لسه موجود عندك فوق اللي هو الاشعار ده هيختفي في غضون 24 ساعة. هتنام وتصحى هتلاقي ان الاشعار ده اختفى بدون اي مشاكل على الاطلاق. انت كده حسابك اصبح جاهز للاستخدام. وعشان ااكد لك الموضوع زيادة تعال معايا، هندخل على البريد الالكتروني اللي هو الخاص بجوجل ادسنس. نخش كده على البريد الالكتروني، بص دلوقتي هيظهر ايه. اول رساله من جوجل بايمنتس، تعال نضغط كده عليها. تم اثبات ملكيه حسابك المصرفي، يمكنك الان اجراء دفعات وتلقيها من حسابك المصرفي. يعني كده ادسنس اي دفعه هيبدا ان هو يحولها لك خلاص، شكرا، اللي هتدخل لك على الحساب بشكل طبيعي خالص. كده انت مشيت على الخطوات وعملت كل حاجه ادسنس كان طالبها منك. الموضوع مش محتاج كعبلة، الموضوع مش محتاج قلق، الموضوع ما عليك بس ان انت تنتظر لغاية لما الدفعة الصغيرة دي تجيلك او لما الايداع الصغير ده يجيلك. ضفت الحساب المصرفي، مش عايزك ان انت تلعب في اي حاجة تماما، لان بعد اذنكم يا جماعة لو سمحتوا اللعب في حساب ادسنس بدون وعي ممكن يؤدي الى تعليق حساب جوجل ادسنس. وتعليق حساب جوجل ادسنس تحديدا في الحسابات المصرفية او في تغيير اي بيانات في الحساب او اي حاجة انت بتعدلها بدون فهم، ممكن ان هو يدخلك في قصة انت في غنى عنها. تضطر بقى انك تدخل في اثبات ملكية الحساب، تضطر ان انت تبعت له البطاقة من الوش وتبعت له البطاقة من الظهر وتقول له ده انا صاحب الحساب. ولو انت اصلا رابط حسابك البنكي باسم مختلف عن اسم صاحب الحساب لازم تثبت وجه العلاقة ما بين الطرفين، وبتدخل في قصة كبيرة، قصة ممكن تقعدك وقت طويل الحساب بتاعك متعلق. زمان كان الموضوع ممكن ان هو يتحل في 48 ساعة، دلوقتي ممكن الموضوع ياخد شوية وقت، خصوصا ان جوجل ادسنس فيه تحديثات كتيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت. فما تلعبش في حساب جوجل ادسنس الخاص بيك من فضلك. حاجة اخيرة حابب ان انا اقولها لك، وحاجة اخيرة حابب ان انا اعرفها لك، ما تسمعش لحد يقولك ما تضيفش حسابك البنكي دلوقتي. ضيف حسابك البنكي دلوقتي، والكلام ده انا بقوله على مسؤولية الشخصية. ضيف الحساب، احنا عرفناكوا كل حاجة بداية من الرسائل اللي بعتها ادسنس ليا بتاعت الغاء حساب الدفعات وتغيير حساباتك المصرفية لغاية اللي بيحصل قدامك دلوقتي ولغاية التحقق وفك تعليق الحساب كمان. فانت راجع الفيديوهات دي، حاول ان انت تمشي عليها بشكل مظبوط، حاول ان انت تمشي عليها بشكل صحيح، وربنا يوفقكم جميعا ويوفقنا جميعا. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايكك شيرك سبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.